امرأة الساحل تتواجد في السواحل وخاصة الصخرية منها موطنها من جزر كيشي وهي في غرب اليابان تتغذى على الدماء. هي مصاصة دماء خطيرة تبحث عن الصيادين والمسافرين لتتغذى عليهم. تتجول في الشواطئ الصخرية بحثا عن الفريسة. الشكل عندما يتعلق الأمر بامرأة الشاطئ بمظهرها فهناك حالتين. الحالة الأولى يظهرون كنساء جميلات خرجوا للتو من البحر، شعرهم طويل ولامع ويصل تقريبا إلى الرمال، وملابسهم الرطبة الشفافة تتصق بجلدهم. من الخصر إلى الأعلى تبدو كأنها امرأة عادية، ولكن من الخصر إلى الأسفل تكون كأنها حورية ولكنها مرعبة بنفس الوقت. أما في الحالة الثانية تكون كبيرة جدا بما يكفي لسحق السفن في البحر. لديها أيضا القدرة على إخفاء أنفسهم عندما لا يرغبون أحد في رؤيتهم. عندما تظهر امرأة الشاطئ على الشواطئ الرملية تبدو وكأنها نساءات جميلات يحدقون بعيدا في البحر. عندما يقترب أحد منهم ويحاول التحدث يستديرون إليه ويصرخون صرخة خارقة للأذن، ثم يلتفون حولهم بشعرهم ويسحبون فريستهم إلى البحر. بمجرد وصولهم إلى البحر يستنزفون الدم ضحاياهم بشعرهم. أما على السواحل الصخرية تظهر امرأة الساحل جالس على المنحدرات وتنادي المارة بصوت غريب، وبسبب جمالها فإن ضحاياها يقتربون نحوها. وعندما يتجهون نحوها يتجاهلون الأخطار التي تشكلها المنحدرات الصخرية ويبقون يمشون نحوها حتى يسقطون في المنحدرات ويموتون، وتاركين امرأة الساحل تتغذى على أجسادهم. وأحيانا أخرى عندما يكونون في البحر أنهم يتصرفون كما يفعلون على الأرض ويأسرون فريستهم البشرية بشعرهم الطويل ويستنزفون دماءهم. يتم العثور على امرأة الساحل في رأس السنة الجديدة عندما يمكن العبور الحدود بين العالم الأحياء وعالم الأرواح بسهولة أكبر. تشاكا تشاكا، باتا باتا، كاتا كاتا، جميع هذه الأسماء أطلقت على الأسطورة اليابانية، ولكن الأغلب اتفق على اسم تيكا تيكا. هو شبح يظهر في العديد من الأساطير الحضارية، غالبا ما تكون تيكا من النساء على الرغم من أنه في عدد قليل من الأصدارات الأسطورة الحضارية فإن الشبح ذكر. ليس لديها النصف السفلي، تتجول على ذراعها وتخلق صوت تيكا تيكا، ومنه قد حصلت على اسمها. تطارد تيكا ضحاياها في الطرق المظلمة على الرغم من عدم وجود أرجل، إلا أن لدى تيكا سرعة بشكل لا يصدق. في الواقع يمكنها حتى اللحاق بالضحايا الذين يهربون بسرعة في السيارات. عندما تمسك بك تيكا يحدث شيء فظيع. هناك العديد والعديد من الأشكال لتيكا، فمنها تيكا التي تحمل منجلا وتقطع ضحاياها إلى النصف عند الخصر وتسرق أرجلهم. ما أصل القصة؟ كما هو الحال في العديد من الأساطير الحضارية هناك العديد من القصص والروايات عن تيكا، لدرجة أنه من المستحيل معرفة القصة الأصلية أو من أين بدأت. هناك من يقول أن تيكا ضحية لحادث مأساوي، وبعض يقول أنه كان انتحار. يمكن أن تحميك منها بعض السحر، ولكن في حالات أخرى لا يمكن أن يحميك أي شيء وسوف تموت بالتأكيد. رغم العديد من الاختلافات إلا أنهم جميعهم اتفقوا على أنها امرأة من هوكايدا وهي منطقة في اليابان. في السنوات التي عقبت الحرب العالمية الثانية تعرض موظف مكتب في هوكايدو للاغتصاب والاعتداء من قبل أفراد عسكريين أمريكيين. في تلك الليلة قفزت من فوق الجسر فتاة على السكة الحديدية واصطدمت بالقطار القادم. كان التأثير قويا جدا بحيث تمزقت جسدها إلى النصف. تسبب البرد الشديد في ليلة هوكايدو في انقباض الأوعية الدموية ومنعها من النزيف بسرعة، وبدلا من ذلك تلاشت وتملكت المساعدة لعدة دقائق. سحفت طوال الطريق إلى محطة قطار وشاهدها أحد الموظفين، وبدلا من أن يساعدها قام الموظف المحطة بتغذيتها باستخدام قماش بلاستيكي وتوفيت وفاة بطيئة ومؤلمة. وفقا للأسطورة أن بعد 3 أيام من سماع هذه القصة سترى شبح امرأة ليس لها نصف السفلي. سيحاول الشبح الامساك بك، والهروب مستحيل حتى في السيارة. يمكن الزحف بسرعة تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة.
يقول البعض أن الشبح يبحث عن ساقيها التي فقدت عندما قطعت إلى النصف، ويقولون الآخرين أنها غاضبة من الإنسانية لعدم مساعدتها عندما كانت تموت، وأنها ببساطة تسعى لذبح أكبر عدد ممكن من الناس حتى ما يمسك بك سوف تمزقك إلى النصف وتسرق نصفك السفلي من جسمك. بعد وقت قصير من سماع هذه الأسطورة ستطلب منك لغزا، سواء في المنام أو في مكالمة هاتفية غامضة. الطريقة الوحيدة للهروب من الموت هي الإجابة على جميع أسئلتها بالطريقة الصحيحة. حظا موفق. امرأة في أواخر الحمل لديها الكثير من الأسامي: أوبو، إيمي، إيجيمي وغيرها الكثير. تتواجد في المنطقة التي ولدت طفلها فيها، همها الوحيد هو توصيل ابنها في أيد أمينة. عندما تموت امرأة قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها بقليل بسبب القلق على طفلها، يجعل من روحها شبحا يعرف باسم إيبامي. تظهر هؤلاء النساء في الليالي المظلمة والممطرة. يمكن أن يظهر إيباما في أشكال عديدة: امرأة تحمل طفلا، أو امرأة حامل، أو جثة مشوهة مغمورة بالدم. وفي أحيان أخرى تظهر النساء الحوامل كنساء مروعات ودمويين ويصرخون بالشدة في الليالي طالبين المساعدة. هذه الاختلافات ترجع إلى تقاليد الدفن في مناطق مختلفة، وكذلك ظروف وفاتها. في بعض المناطق عندما ماتت الامرأة حامل سيتم دفنها مع وجود الجنين الذي لم يولد بعد بداخلها، أما في أماكن أخرى يتم وضع الجنين بين ذراعيها أثناء الدفن، لكن هذه بحال إن كانت طفلة ميتة. لدى هذا الشبح حالتين قد يظهر فيها، سنذكرها الآن مع السبب. إذا توفيت الأم بعد الولادة ولكن نجا طفلها، سوف تحاول إيمابي رعاية الطفل بأي طريقة ممكنة. تدخل إلى المتاجر أو إلى المنازل لمحاولة شراء الطعام أو الملابس لطفلها الذي لا يزال على قيد الحياة، وتحاول هذه الأشباح أيضا أن تقود البشر إلى المكان الذي يختبئ فيها طفلهم الرضيع حتى يمكن نقله إلى أقاربه أو تبنيه من شخص آخر. في الحالة الثانية التي توفي فيها كل من الأم والطفل، يمكن أن يظهر إيمابي تحمل جثة رضيع، وعندما تقترب من الإنسان تقوم بإعطائه حزمة وتطلب منه أن يوصلها. إذا قبل الشخص يختفي الشبح وينمي الحزمة أثقل وأثقل حتى يتم سحق ذلك الرجل. دائما ما يتولد لدينا اعتقاد ذهني يربط بين القطط والشياطين، خاصة السوداء منها، وهناك العديد من الأساطير التي رسخت هذا المعتقد خاصة في اليابان. فالكثير من الناس هناك يعتقدون أن القطط يمكنها أن تتحول إلى شياطين بشعة، ويطلق على تلك القطط باليابانية بيكنيكو، وهي التي تعيش في مكان ما لمدة 13 عاما ويصل وزنها إلى 8 جرامات. والقطط الشياطين هو مخلوق خارق للطبيعة اشتهر في الفالكور الياباني، وهو عبارة عن قط عادي تحول إلى شيطان وحشي. وتزعم الأسطورة أن هناك قطط الشيطان يستطيع المشي على القدمين وليس أربعة، ويمكن أن يتحول ويأخذ شكل الإنسان، وأحيانا يقتل الإنسان ويتقمص هويتهم، وهو يشبه تماما القط المنزلي. وللأسطورة قصة شهيرة عن الشيطان القط، وتحكي أنه ذات يوم وقع الأمير ضحية الشيطان القط بينما كان يسير مع الجارية المفضلة له في حدائق القصر، وهي فتاة تدعى تويو. كان هناك مخلوق عجيب يراقبهم ويتخبأ في الظلام خلف الأشجار. بعد دخول الأمير القصر تسلل القط إلى غرفة الجارية وانتظر تحت السرير حتى غطت في النوم، وفي منتصف الليل خرج القط وتحول إلى شيطان رهيب. خنق الفتاة وسحب جسدها بالخارج وحفر لها حفرة في الحديقة ودفنها هناك. بعد أن قام القط بفعلته تلك تجسد على شكل الفتاة وخدع الجميع حتى ظنه أنها هي نفسها، وأخذ يمني نفسه بشرب دم الأميرة. في تلك الفترة كان الأميرة يشكو من مشاهدة الكثير من الأحلام السيئة، كما تعرض للشحوب والضعف بصورة كبيرة لم يستطع تفسيرها الأطباء. طلب الأميرة من حراسه أن يظلوا واقفين على بابه ريثما يسترد عافيته ويصبح قوية. فوقف الحارس على باب غرفة الأمير، ولكن مع حلول الليل بدأ النعاس يصيبهم بشكل غريب
فحاولوا مقاومته لكن دون فائدة. كان في جيش الأمير الجنديون شجاع علم بأمر مرضه، فتطوع لحراسة الأمير. فلما جاء إلى غرفته وجد الحراس قد غلبهم النعاس، فحاول إيقاظهم لكن دون فائدة. وفجأة بدأ الجندي نفسه يشعر بالنعاس، فأخرج خنجرا وطعن فخذه بنفسه حتى يشعر بالآلام ولا يستطيع النوم. وكان كلما غلب عليه النوم جرح نفسه أكثر حتى يظل مستيقظا. وفي منتصف الليل رأى الجندي الفتاة الجميلة تمشي بهدوء في غرفة الأمير وهي تقترب منه، فدخل عليها وخنجره بيده فانصرفت في هدوء دون أن تنطق كلمة واحدة. ظل الجندي على باب الأمير لمدة 3 ليالي، وكان كل ليلة يطعن نفسه حتى لا ينام. وفي ذلك الوقت استرد الأمير عافيته، فحاول الجندي أن يخبره عن أمر الجارية وتسللها لغرفته في الليل، لكن الأمير لم يسمع لكلام الجندي ورفض أن يشكك أي واحد في ولاء صديقته المفضلة. ولكن الجندي لم يستطع أن ينسى أمر تلك الفتاة، فذهب إلى غرفتها في نفس اليوم وطرق بابها وقال لها أن معه رسالة من الأمير. وعندما فتحت الباب أخرج خنجره وحاول طعنها لكنها صدته بقوة، وسرعان ما تحولت إلى القط الشيطاني. فاندهش الجندي ولكنه لم يفقد عزيمته، فخاض القتال بعنف ضد القط واستطاع أن يقهره. ولما شعر القط الشيطاني بقرب هزيمته انطلق هاربا من النافذة وتسلل إلى السطح ومنه إلى الحديقة، ثم اختفى في ظلمة الجبل. في اليوم التالي حكى الجندي الأمير كل ما حدث، وفي نفس الوقت بينما كان البستاني يحفر الحديقة وجد جسم الفتاة الحقيقية التي كان يعشقها الأمير. فأصاب الأمير حزن شديد، فقرر الانتقام لها من ذلك القط وأمر حراسه بمطاردته وقتله. وبالفعل عثروا عليه، وتمكن الجندي الشاب الذي كشف سره من قتله وتخليص المملكة منه تماما. بيوبي نوزاكي تتواجد في البيوت الثرية، هي روح منحرفة تظهر من الشاشات الزغرافية. هذه الشاشات تتواجد في البيوت في اليابان والمعروفة باسم بيوبي. تلك الروح شبح طويل جدا، طوله أكثر من مترين، جسدها طويل ورشيق، وترتدي فستان أبيض تشبه الشبح، لها شعر أسود وطويل. تقوم بيوبي نوزاكي على النظر من فوق الشاشات القابلة للطي، تقوم بمراقبة المتزوجين خاصة في الأنشطة الرومانسية، ويمكن أيضا أن تظهر إليهم. هذا الكلام خصوصا أنه مخرج ضوء الأزرق وكسرك في القناة، وإلى اللقاء.